جميع المواطنين. فبالطبع كما قلت الكثير من الجرائم تحدث على الإنترنت، نحن نعاني الآن من تشويه لسمعة الكثيرين وغيرهم. مع الآن الأستاذ عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، الأستاذ أمير بحيري خبير تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ هشام أبو الوفا نائب رئيس جريدة المساء. أبدأ بعادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات. أستاذ عادل تحياتي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عادل. يعني في البداية كان في مشكلة في قصة الاتصالات، وكثير من تعليقاتنا على مواقع التواصل لو حضرتك كنت متابع بتطلب أن يكون أي أكاونت على الفيس أو على غيره مربوط برقم قومي علشان لو حصل اي مخالفة نقدر نجيبه. اذا كانت، انا بقول لحضرتك، اذا كانت شرائح التليفون اصلا اغلبها مش مربوطة بالرقم القومي، ومش عارفين في حالات كتيرة نحدد اذا كانت المعاكسات البسيطة نحددها، ازاي نقدر نوسع المجال ده؟ طيب هو بداية حضرتك، انا من حيث المبدأ متابع جدا اللي بيحصل، ومتابع المؤيدين والمعارضين وكل هذه التفاصيل. تمام. اولا فكره رفع حسابات التواصل الاجتماعي برقم قومي او ما شابه ده موضوع مش موجود في العالم كله، فده غير قابل للتطبيق. نعم. يعني عشان ندخل في الكلام الاكثر اهميه، ضروره وجود قانون هو ضروره حتميه، يعني لا مفر منها اجلا ام عاجلا. وتاخرت فتره طويله. تمام. متاخرت. وهناك عشرات، انا يمكن لا تسع مقام اني اعدد لحضرتك انواع الجرائم اللي ممكن ترتكب عبر الانترنت، وده مجال من مجالات تخصصي. ولكن انا بقول لحضرتك ان لابد وحتم يكون في قانون. احنا تقريبا من دول قليله في العالم لا يوجد لديها قانون للتعامل مع جرائم الكترونيه، والدوله العربيه في حدود معلوماتي الوحيده فعلا قانون جرائم، ربما سوريا بس طبعا عشان الوضع يعني ما طبعا احنا بنتكلم على الدول يعني اللي عندها وجه معلومات بشكل واضح. نعم. ولدينا توسعات في بعض الخدمات الحكوميه او الالكترونيه بشكل يدعم اكثر ضروره الحفاظ على امن وخصوصيه المواطن. صحيح. التحفظ الحالي على القانون جاي منين؟ جاي من نقطتين اساسيتين. نقطة منها هي نقدر نقول مطاطية بعض الالفاظ الخاصة بالنصوص. نعم. بشكل يعني يخلي فيه نوع من التخوف من سوء استخدام، بمعنى اصح يعني التعبيرات ما هياش محددة بشكل كبير، حتى ممكن ان يبقى زي ما قلنا قانون الضبطية القضائية ممكن تتوه فيه كمان. نعم. بالضبط. دي نقطة. النقطة الثانية ان في تشريعات تتعلق بالعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفكره المسؤوليه التقصيريه، او ان تقصر الشخص القائم على حمايه المنظومه المعلوماتيه في مؤسسه فنعاقب بالسجن وكذا وكذا. فكره اثر دي برضو لفظ مطاط جدا، لان النهارده هل اثر ما عملش ابديت لانتي فيروس، ولا اثر ان هو ما نزلش تحديث برنامج، يعني ايه نوع التقصير، او الهكر اللي قدامه يعني اقوى منه؟ ما هو في هاكرز معروفين على مستوى العالم، يعني ممكن يعني اقوى من ادارات في الجهات الامنيه الامريكيه على اعلى مستوى. يعني حضرتك على هي بالظبط كده، بالظبط موضوع امن المعلومات. احنا عندنا قاعده في امن المعلومات تقول ما فيش نظام امن 100%. صحيح. ده طبيعي. تمام. وبناء عليه فإن لابد من إعادة الصياغة المنضبطة لبعض النصوص الواردة في القانون، إنما هو لا محالة محتاجين قانون. ده ما فيش شك. أنا بس مش عايز أطيل والله عشان أتيح الفرصة للضيوف الآخرين للمداخلات يعني. طيب. أنا حضرتك برضه لأي تفسير فني آخر. أنا بشكرك أستاذ عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات، بشكرك على وجودك معنا، وأنتقل للأستاذ أمير بحيري خبير تكنولوجيا المعلومات. أستاذ أمير، يعني بالطبع تابعت معايا كلام الأستاذ عادل، لو فكرة إن إحنا عايزين نعيد الصياغة، السؤال اللي انا سالته قبل كده الدكتور عادل يعني في المكالمات اللي قبل كده، فكره اين هو المجتمع المدني وخبراء تكنولوجيا المعلومات وغيرهم من وضع اسس ووضع والمساعده في صياغه مثل هذا القانون؟ سيادتك، بالنسبه للصياغه دي ما هياش لوحدها هي اللي هتخلص الموضوع او هي تمام هتصلح المشكله. الموضوع في الشق البشري، ودايما اي انظمه في الدنيا، حتى لو احنا جبنا مثلا انتي فايروس او فاير وول او ايا كان الجدار الحمايه اللي هنعمله، حتى مكتب الاف بي اي نفسه الامريكي استعان بقراصنه الكمبيوتر علشان خاطر. صحيح. ده على مستوى العالم معروف الجريمه والارهاب. يبقى اذا ومعروف ان شركات الانتي فايروس كلها بتستعين بالهاكرز عشان وصانعي الفيروسات عشان يطوروا لها البرامجهم ويساعدوهم. دي حاجه معروفه على مستوى العالم، مواجهه الارهاب ومواجهه الجريمه في على الانترنت. نعم. طبعا حته الحريات دي لو ما يلزم يدخل فيها الامن القومي، لا، الامن القومي اهم من اي حاجه ثانيه. زائد انه بالاضافه انه الهيئات والمؤسسات الموجوده
هي اي انظمه شغاله فيها هي بتحاول انها تحمي نفسها، ولكن في نفس الوقت الهاكر كل دي برامج وبرامج مضاده. نعم. فلازم القانون يضبط هذا الموضوع، ولازم يكون فيه رقابه قويه لما يحفظ. ما هو الفكره يا استاذ امير اللي انا بسالها، ان القانون او اللي بيحط القانون مش لازم يكون فاهم في تكنولوجيا المعلومات، ليه ما بنستعينش بخبراء تكنولوجيا المعلومات؟ يعني استاذ عادل في مؤسسة الفضاء الالكتروني كان بيتكلم على ان اغلب مواد القانون اللي اراها بتتكلم عن حماية الدولة، حماية الامن العام ضد التشهير وغيره، لكن في حاجات يعني زي ما الاستاذ عادل قال من شوية، دور الافراد اللي شغالين في امن المعلومات دورهم ايه، ويعني القضاء بيحاكمهم ازاي، دي قصص لازم انتوا تتدخلوا فيها، ازاي توصلوا ده لمجلس الشعب؟ ولازم يكون في صوت يوصل للمجلس الشعب. نعم. عشان يتهمهم اهميه رجل المعلوماتي ان هو يبقى يعني يبقى يد فاعله في انها يتعمل قانون مناسب للجريمه دي. نعم. بحيث انه يقدر فعلا يكون حاجه تتناسب مع الجرم اللي بيحصل، بحيث انه يوقفه يجمعه. تمام صحيح. او يبقى راجع يعني. تمام. استاذ امير بحيري خبير تكنولوجيا المعلومات، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، وانتقل اخيرا للاستاذ هشام ابو الوفا نائب رئيس جريده المسا. استاذ هشام تحياتي. اهلا بيك. استاذ هشام يعني اتمنى ان حضرتك تكون اطلعت على القانون، لو تقدر تشاركنا في اهم مواده واهم النقاط. يعني استاذ عادل كان بيتكلم عن انه اغلبه برضه في كلمات مطاطه غير يعني محكمه يقدر يستخدمها القاضي بشكل محكم. خلينا يعني نتفق اولا على مبدا. نعم. المبدا الاساسي ان اعلان قيمه الوطن والمواطن هي المساله الاساسيه وراء اصدار التشريعات ووراء وجود منظومه قانونيه ووجود دستور بيحكم العلاقه. بتفق معك طبعا. عدوم البعض وبين الافراد والمجتمع اللي بيعيش. صحيح. هنتناقش في مساله الحريات، فمساله الحريات هي مساله مطاطه، لما تتحول الحريات الى فوضى فهنا يفصل القانون بين الحريه والفوضى. صحيح. دي نقطه. النقطة الثانية ان لما يبقى عندك مراحل متطورة للجريمة الالكترونية، ما هي الجريمة الالكترونية؟ هي الجريمة التي يقوم بها اي شخص عبر وسائل الكترونية مثل الانترنت او التليفون المحمول او التليفون الثابت او جهاز الكمبيوتر او ما الى ذلك. يعني معنى كده لو حضرتك دخلت على الموقع عشان تسبني بقت جريمة سب وقذف. نعم. لو دخلت على موقع او عملت موقع عشان تعمل تصنيع لكيفية تصنيع على القنابل اليدوية ومعدات المتفجرات، فانت ليك نية سيئة بعد كده انك انت من استخدام ده اصبحت. نعم. جريمة. لو انت وقفت قدام اغلاق هذه المواقع هيقال انك انت ضد الحريات، ولو انت سبت هذه المواقع يبقى انت بتحول المجتمعات الى فوضى. نعم. اذن الفيصل الاساسي بين من يستخدم التكنولوجيا للتكنولوجيا وللاستفادة بيها والإحداث التطور الحضاري اللي حاصل في المجتمعات أو اللي بيحصل في المجتمعات كتطور طبيعي للتغير في التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، وما بين من يستخدم المواقع ويستخدم التكنولوجيا إلى بث الفرقة أو إحداث فتنة أو تخريب في المجتمع. تمام. الأخير هو المجرم والأول هو الإنسان الطبيعي الذي يسعى إلى حياة طبيعية. اتفقنا على هذا المبدأ؟ تمام. تعالى نتفق على عناصر أخرى. ما هي حدود الجريمة الإلكترونية؟ هل الجريمة الإلكترونية تتعلق بشخص أم تتعلق بمجتمع؟ تتعلق بس فرقة في كده وفي كده برضو، يعني ما هو في جريمة بتتعلق بشخص. تمام. لو أنا دخلت سرقت الأكاونت بتاعك، سرقت فلوس من على حسابك المال الإلكتروني، ما هي متعلقة بشخص واحد. لكن لو أنا حاولت أنشر الفوضى والإشاعات دي متعلقة بمجتمع. تمام. في ده وفي ده. تمام. هل حضرتك كنت بتتكلم من شوية حوالين مين اللي بيحط القانون؟ هو المفروض القانون ان في لجنه تشريعيه وقانونيه موجوده جوه وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الوزاره المعنيه بهذه القوانين بتطلع قوانين، بتعد قوانين، وهذه القوانين بتعرض تلقائيا على مجلس الوزراء ثم بتعرض على مجلس النواب ثم بتروح لمجلس الدوله عشان يقر اذا كانت متفق مع الدستور ولا غير متفق مع الدستور. اذا قصه ان القانون لا يخرج من المجتمع اللي المفروض بيناقشه او العاملين فيه دي فكرة غير صحيحة المرة، لأنه بيصدر من الوزارة المعنية. تمام. بس برضو فكرة ان انت عندك برضو ناس مهتمين وعندهم خبرات اعلى في المجال ده، ما هو مش لازم وزارة الاتصالات تكون هي الخبرة الوحيدة، في خبرات اعلى، والدليل ان وزارة الاتصالات بتستخدم كتير من الناس اللي برا عشان يطوروا الشغل عندهم.
حضرتك قلت اهو وزاره الاتصالات لما بتعمل لجنه لاصدار تشريعات ما بيبقوش مسؤولين في الوزاره، دول بيبقوا ممثلين للمجتمع المدني والمجتمع تمام. المهتم بهذا القطاع اللي هي زي جمعيه اتصال، زي غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات، زي شعبه الحاسبات والمعلومات، كل المجتمع المدني اللي بيخدم هذا القطاع اللي هم خبراء القطاع. تمام. ايه الاشكاليه؟ الاشكاليه في الاتي: اولا لابد ان احنا نتفق على ان البرلمان المصري كان واعي بتشكيل لجنه لاول مره في تاريخه اسمها لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. تمام. الجزء الثاني والاهم من ده كله: هل الزملاء او النواب المحترمين اللي موجودين جوه هذه اللجنه لجنه الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هم من الخبراء في هذا القطاع حتى يدلوا بدلوهم؟ لا اعتقد. تمام. يبقى احنا محتاجين ان هم يستعينوا برضو بخبراء يفسروا لهم هذه المواد ويحطوا يساعدوا فيها. وانا بشكر حضرتك على التوضيح لان ده مهم جدا، كان يهم برضو ناس كتيرة تعرف دورة مشية القانون ازاي وازاي نطور منه. الاستاذ سام ابو الوفا نائب رئيس جريدة المساء، انا بشكر حضرتك على وجودك معنا، وايضا الاستاذ امير بحيري خبير تكنولوجيا المعلومات، والاستاذ عادل عبد المنعم خبير امن المعلومات. وقبل ان نغادر طبعا نعود مرة جديدة لمواقع التواصل الاجتماعي وآرائكم التي أعتقد أنها ستكون غزيرة هذه المرة. عبير. بالفعل حسام، المزيد من التعليقات الغزيرة كما ذكرت، أبدأ بأولها سريعا. حميد رمضان كتب: لابد أن تكون في رقابة على النت خاصة السوشيال ميديا ورد القراصنة والهكر الذين يغيبون عقول الناس بالأكاذيب الشائعة. أما رحمي البلال: يا رب في الإنجاز عشان الفساد اللي ملا مصر عن طريق الفيسبوك دلوقتي، المواطن ممكن يولع بلد كاملة ومفيش حد يعرف يوصل له هو مين ومنين. عبد المنعم عبد الآب: نعم، وافق على قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم النصب وجرائم التحريض على القتل أو التخريب وجرائم التشهير وانتهاك الخصوصية. محمد الكروان: طيب والإعلام لازم يكون في قانون عشان نعرف نتفرج على التلفزيون. صقر حمدي: كويس بس يكون في قوانين وشروط. أحمد جيدو: يا ريت وكمان يكون التسجيل على النت كله، فيس، إنستغرام، يوتيوب، واتس، أي حاجة يكون بالرقم القومي. أشرف فاروق: نحن تأخرنا كثيرا في مناقشة وإصدار هذا القانون لحماية الحريات ومعاقبة الإرهابيين ولصوص الأموال والأعراض وانتهاك حرية وخصوصية الناس من قبل فئات تعيش على التلصص وانتحال الشخصيات وتدمير النسيج المجتمعي. الجريمة الإلكترونية جريمة متكاملة الأركان لأن الله حرم التلصص والتجسس وانتهاك الأعراض والأموال، كما أن الفتنة أشد من القتل. أحمد الكينج: لازم يبقى في قانون لوقف الجرائم الإلكترونية والمواقع الإباحية. علي السيد: هذا القانون أصبح ضروريا بعد التطور الهائل في عالم الإنترنت والاتصالات وأصبح الوسيلة الأولى في التعاملات بين الأجهزة والمؤسسات، لكن لابد من توضيح الجرائم الإلكترونية، ضروري لحماية الأموال والممتلكات، ضروري لحماية وحفظ الشرف والكرامة، ضروري لحفظ أمن وسلامة الوطن، ضروري لمواجهة الفوضى والانفلات. إذن مشاهدينا، على الرغم من كونه عالم افتراضي وغير واقعي إلا أنه سريع الانتشار وكبير التأثر، لذلك إذا قررنا أن نعيش في هذا العالم علينا أن نوجد قوانين تنظم تعايشنا فيه. أقف هنا وأعود إلى حسام. إليك حسام. أشكرك يا عبير، وبالطبع تعليقك الأخير كان في محله، هو عالم افتراضي حقيقا ولكن نحن نعيش فيه بشكل واقعي وشكل كبير. مشاهدينا الكرام، كانت هذه احدى حلقاتنا من همزة وصل، ناقشنا فيها موضوع قانون الجرائم الانترنت. بالطبع نحن نحتاج الى كثير من التنظيم واسراع مثل هذا القانون. قبل ان نغادر دعوني اطرح عليكم سؤال حلقة الغد، وهو: ما دلالات فوز مصر بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة باتحاد البورصات العالمي؟ موضوع جديد نتحدث فيه عن الاقتصاد وعن وضع مصر في العالم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقتنا من همزة وصل، دائما تواصلوا معنا مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا رقم الهاتف، وتابعوا هذه الحلقة على الفيسبوك همزة وصل إي جي. إلى اللقاء.